مرحبا أصدقائي، أنا اسمي مسلم أوست سيلا، طالب في قسم هندسة علوم الطيران والفضاء في جامعة غازي عنتر. يقع قسمنا في وسط حرم جامعة غازي عنتر، تأسس بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة للموظفين في مجال الطيران. الدروس المقدمة بشكل عام تشمل إلكترونيات الطيران والديناميكا الهوائية وديناميكا الطيران. مختبرات قسمنا في مرحلة الإنشاء كونها تأسس حديثا. لدينا في القسم تدريب استشاري لتحت الصيف بشكل عام. بالنسبة للصيف الصف الرابع يوجد لدينا تطبيقات تدريبية إجبارية. عندما نتخرج من القسم لدينا إمكانية العمل خارج البلد وفي شركات الطيران وشركات الدفاع الجوي الصناعية. أنا أعيش في إسطنبول، ولكن سبب اختياري لجامعة غازي عنتر هو أنها جامعة تاريخها 40 عام، وقسم الطيران هو أول قسم تم إنشاؤه في مجال الطيران. استفدت من المكتبة ومن معلومات المعلمين المتراكمة. بعد التخرج من القسم سأدرس الماجستير، وبعدها أريد أن أعمل في واحدة من شركات طيران الدفاع الجوي الصناعية. يمكنكم تطوير أنفسكم في أقسام علوم الطيران والفضاء وتصبحون مهندسين ممتازين. أتمنى النجاح لكل من سيختار جامعتنا وقسمنا.